عبر الهاتف أيضا في ذات السياق ينضم إلينا سيد حسين عبد الراضي الباحث ببرنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. يعني نقدر نقول أن جماعة الإخوان الإرهابية بعد تولي إبراهيم منير تحديدا وبعد الرفض أو الانقسام من داخل هذه الجماعة لشخص إبراهيم منير، يعني هي ذاهبة إلى طريق اللا عودة يا فندم. منذ خرجت الجماعة الإرهابية على الشعب المصري وعلى مقدرات الشعب المصري وجنت عليه، فهي ذاهبة إلى طريق لا عودة منه مرة أخرى. إحنا اللي بنشوفه دلوقتي من صراع الأجنحة، سواء مكتب إسطنبول ومكتب قطر أو مكتب لندن ومكتب قطر الموجود حاليا لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، هو دلالة هامة على أن الاستراتيجية المصرية لمواجهة تنظيم الإخوان الإرهابي هي ناجحة وبامتياز. الصراع اللي موجود هو مش صراع فكري، هو صراع بيكشف حقيقة المكون اللي موجود داخل أروقة هذا التنظيم، مكون شبابي لا يفقه شيء ولا يعي شيء ويسلم تسليما دون أي نقاش وأي وعي لقيادات. صحيح. قيادات ومكون قيادي بيستهدف انتزاع التمويلات القادمة من الدول الراعية للإرهاب وصرفها على ملذاته بحجة إن هم بيدافعوا عن الدين أو بيدافعوا عن فكر أو بيدافعوا عن ديمقراطية. ده كشف حقيقة تنظيم الإخوان المسلمين اللي احنا شايفينه دلوقتي، وهو صراع ما بين أجيال تربت على اللا مبادئ واللا قيم واللا أوصاف. ايه الفرق بين ابراهيم منير ومحمود عزت استاذ حسين؟ يعني ليه محمود عزت كان عليه توافق من جانب الجماعه وابراهيم منير مكروه حتى قبل توليه المنصب؟ خلينا نقول محمود عزت وابراهيم منير ومن على شكلتهم من الحرس القديم هما بيحظوا بدعم كبير من التنظيمات من الدول الراعيه للتنظيمات الارهابيه. هنلاقي ان محمود عزت كان شخص منتمي الى التيار القطبي ومن صخور التيار القطبي، وكان ابراهيم منير بينتمي لنفس هذا التيار اللي بيتولى او بينتمي الى فكر العنف بشكل لا معقول. الاثنين بيتشابهوا في اوجه كثيره جدا وكونهم انضموا لتنظيم الاخوان المسلمين في بواكير سنهم واعمارهم، ولكن في الاختلاف الموجود دلوقتي ان ابراهيم منير نجح انه بوجوده في مصر وبهروبه من الجهات الامنيه انه يصدر صوره انه التزم بتعليمات تنظيم الاخوان المسلمين وان مرشد جماعه الاخوان المسلمين في مصر لم يخرج الى الخارج. ولكن ابراهيم منير هو من بحث على اين يوجد التمويل، كيف استنزف هذا التمويل وكيف ان احرك هذا. صحيح. التمويل في قنوات يعني توفر ما اريده من ملذات ومنافع بغض النظر عن مصلحه هذا التنظيم الارهابي. نعم. طيب خليني انتقل مع حضرتك لنقطه اخرى سيد حسين. يعني يمكن في 30 اغسطس الماضي كان ذكرى وفاه اديب نوبل نجيب محفوظ، وللحقيقه جماعه الاخوان الارهابيه حاولت اغتياله في محاوله فاشله عام 1995 على ايدين شخص امي لا يقرا ولا يكتب. خلينا نعيد ذكرى هذه الحادثه، وايه مشكلتهم يا فندم سواء بقى مع نجيب محفوظ او اي من العلماء والباحثين؟ خلينا يا فندم نأكد ان صراع جماعة الاخوان المسلمين هو صراع يمثل صراع مع كل مكونات المجتمع وخصوصا الواعية وخصوصا من تسعى الى تنوير المجتمع بشكل قد يضر الهياكل التي قامت الجماعة بتكوينها وتشكيلها خلال الفترات الماضية على اساس وثوابت السمع والطاعة دون اي مراعاة لحرمة الاوطان او دون اي مراعاة لثوابت الامة. نجيب محفوظ غيره كثيرين تنظيم الإخوان المسلمين سعى لتحييدهم والقضاء عليهم وإخراجهم من المشهد تماما طالما يسعى بقلمه وبفكره إلى تنوير الشباب. إذا كانت كتابات نجيب محفوظ أو أفكار أي من الباحثين اللي بيكشفوا حقيقة هذا التنظيم واللي بيكشفوا كذب وزور الادعاءات وزيفها اللي بيروجها تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي علشان يجذب إليه أنصار جدد وعلشان يحشد خلفه الدول الراعية للإرهاب عشان تقدم له تمويلات، هو دوت الخطر الحقيقي. جماعة الإخوان المسلمين الصراع معاها مش صراع فكري، الصراع اللي موجود معاها هي ما عندهاش أفكار نصارعها، هي تخشى أن ننور الناس عن حقيقة الوضع وعن حقيقة الادعاءات الزائفة اللي هم بيروجوها ويسعوا إلى حشد الشباب عبرها، لأن دوت هو اللي قادر أنه يهد هذا التنظيم، وده اللي بعد 30 يونيو ومع كشف حقيقة هذا التنظيم الإرهابي قدر أن هو يخرج تنظيم الإخوان المسلمين من مصر ومن الإقليم بشكل أكبر كمان من المشهد تماما. نعم. ولن. صحيح. يعود هذا التنظيم إلى الظهور مرة أخرى طالما الفكر والتنوير هو سلاح الدول التي تسعى لمكافحة هذه الظاهرة الإرهابية. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم، نكتفي بهذا القدر. كنت معنا عبر الهاتف حسين عبد الراضي الباحث ببرنامج الأمن والدفاع في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.